حتى يتبين لهم أنه الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أريد أن أطلع معكم على دراسة منشورة بتاريخ 26/4/2021، حديثة جدا، تؤكد أن العلماء قد اكتشفوا أو يرجحون بشدة أنهم اكتشفوا نجوما مصنوعة من مضاد المادة. هناك نظرية تقول أيها الأحبة، كل مادة في الكون لها مادة مضادة. يعني مثال، الإلكترون وهو ذو شحنة سالبة له جسيم مضاد شحنته موجبة ويساويه تماما، ولكن يختلف عنه من حيث الشحنة. كذلك المادة التي نعرفها، الذرات التي نعرفها، هناك مادة مضادة لهذه المادة موجودة في الكون. والعلماء توصلوا من خلال هذه الدراسة التي نشرت في مجلة ساينس نيوز. أنا أقرأ الآن من موقع ساينس نيوز، يقولون هذا هو أول اكتشاف يؤكد حقيقة وجود مادة مظلمة في الكون. هناك نجوم مصنوعة بالكامل من هذه المادة المظلمة، وهذه النجوم موجودة ضمن مجرتنا، مجرة درب التبانة، وهي نجوم ساطعة ولكن لا يمكن أن نراها. ولكن من خلال قياسات معينة أثبت العلماء وجود هذه النجوم. أنا الحقيقة لن أخوض في تفاصيل هذه الدراسة، ولكن أريد أن أتذكر معكم آية عظيمة جدا، الله تبارك وتعالى يقول فيها: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. يعني الله عز وجل خلق من كل شيء زوجين، السالب مقابله الموجب، الذكر يقابله الأنثى. حتى المادة في الكون هناك مادة مضادة تعاكسها، فأصبح لدينا موضوع الأزواج يشمل كل شيء. وبالتالي هذا الاكتشاف يشهد على أن هذه الآية دقيقة أيها الأحبة، عندما قال الله تبارك وتعالى: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. من أين للنبي الأمي صلى الله عليه وسلم وهو يعيش في صحراء قبل 14 قرنا أن يقرر هذه الحقيقة العلمية التي تؤيدها الاكتشافات كل يوم؟ إن هذه الآية لتشهد على أن هذا القرآن هو كلام الله تبارك وتعالى. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق.